الله يبقيك يا اخوي ابداح ومنور. الله يطول بعمرك في المكان اللي يناسبك. الله يطول ولا بقى. على ابو عبد الله جود اصبح عليك بالخير واصبح على النقاد الجميلين اصبح على الاباء والامهات في البيوت اللي اليوم عادت الحياه الى مجراها الحقيقي بعوده المدارس. اصبح بالخير على فلذات كبدي ابنتاي سحاب وقمر. الله يخليهم الله يحفظهم ويحفظ لكم ما وهبكم. آمين. وإن شاء الله يلتزمون بوصاياي. يعني أنا رجل دائما أوصي بالخير وأنا متأمل الخير إن شاء الله أن واحدة تطلع مديرة مدرسة وواحدة تطلع دكتورة. ما شاء الله تبارك الله. الله يسلمك. ما أخذ راتب أحد أزيدهم ما نقصهم. الله يرضى عليك. أرحب يعني وأتمنى الأمنيات القلبية الكبيرة لجميع زملاء طلاب المدارس بالتوفيق والنجاح. بالنسبة للبرنامج، البرنامج فعلا والنسخة رغم ملاحظاتي الكثيرة عليه خسروا متعب عنده شيء وكان عنده شيء أكبر لكن تحطم في الوقت الغير مناسب. نعم. وخرج في الوقت الغير مناسب. الكل معرض أن يخرج من المنافسة في المسابقة لكن متعب كان عنده شيء يقدمه. إن شاء الله نلقى شخص يعوضنا في متعب. أميز ما صار في اليومين اللي طافت الفقرات فقط. سعود الجوزة ما قصرت، كنت مبدع يعني حتى الوقت اللي اخذته وقت نموذجي اليوم يعني جبر مدارية وهذا محله. جبر كان يعني مميز اليوم. استاهل. اليوم نور الشاشة اخوي الكبير عمر هذال وكان ضيفه ثقيل جدا عيفان العيفان، وانا اقصد بكلمة ثقيل يعني شخص عنده محتوى وعنده نوايا جلية في المستقبل يقدمها. يوم مميز. اسوأ ما فيه يعني الشباب ما قدموا شيء متسابقين. للأمانة متعب شدني فيه كلمة سحاب شدتني في نقطة مهمة جدا اللي قالك طلع